تحية طيبة صباحية ولك ولمشاهديكم، شكرا على الاستضافة. جميل. طبعا في الجزائر مسؤولية مجلس الأمن تكمن في معالجة سبب الرئيس القضية الفلسطينية. بن جامع قال: ندعم جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة. أبرز النقاط طبعا في مداخلة السفير عمار بن جامع مندوب الجزائر الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة. دعا طبعا مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية ليتحرك بشكل حاسم لتنفيذ الولايات المنوطة به والمتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. في البداية سيدي الكريم، حتى نفهم أكثر ما جاء في كلمة السفير عمار بن جامع التي لم تكن مثل سابقاتها طبعا فيما يخص القضية الفلسطينية، وطريقة تعامل المجتمع الدولي وطريقة تعامل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع هذه القضية. فعلا الطريقة قد تختلف، ولكن الهدف هو واحد، يجب أن نفهم ذلك، أن الجزائر دائما ترافع من أجل القضية الفلسطينية ومنذ سنوات وسنوات، وهذا يجب أن نفكر فيه. السفير بن جامع ذكر بأهمية ماذا دور مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدولي، ولكن يجب أن نفهم كذلك أن كل منظمة الأمم المتحدة معنية بذلك، لأن مجلس الأمن هو جهاز سياسي تابع للأمم المتحدة، والمنظمة في حد ذاتها وجدت للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بمعنى الكل يجب أن يتحمل المسؤولية. ولكن أين هي الإشكالية؟ على أن هنا عندما منحنا من خلال ميثاق الأمم المتحدة صلاحيات أكبر لمجلس الأمن، يجب أن نركز على هذا الجهاز، لا توجد حلول أخرى إلا في هذا الجهاز. ولذلك الجزائر ترافع على أن هناك حفظ للسلم والأمن الدوليين، ليس حكر على مجلس الأمن، هي كل منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها الست، ولكن الإشكالية هي في مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن في إشكال الآن في كيفية تطبيق ما يصدر من قرارات، سواء ما تعلق بالأجهزة الأخرى كما هو الحال بمحكمة العدل الدولية، وهي جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة. إذا كان مجلس الأمن فهو جهاز سياسي تابع للأمم المتحدة، فمحكمة العدل هي جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، الجمعية العامة جهاز سياسي تابع للأمم المتحدة، كلها أجهزة تابعة للأمم المتحدة. ولذلك الإشكال لذلك تذكر الجزائر من أن القرارات التي تصدر من الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة لا تطبق في ظل ماذا؟ الطابع القانوني الاستثنائي الذي منح لمجلس الأمن. إذا الجزائر تركز الآن على دور مجلس الأمن، ليس بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن فقط، ولكن لتصحيح الظلم الجائر الآن في ظل ماذا؟ أن الأمم المتحدة أعطت كل صلاحياتها قوسين لمجلس الأمن، وهذا مجلس الأمن هو تجاذبات وسياسات واستراتيجيات القوى الكبرى، وكل طرف ينظر إلى قضيته ومصالحه بعين واحدة لا أكثر ولا أقل. ولذلك الآن من هو الضحية هي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. ولذلك الجزائر من خلال السفير بن جامع ذكرت بحفظ السلم والأمن الدولية، ليس في مجلس الأمن، القضية مرتبطة بكل أهداف الأمم المتحدة، ولكن الجزائر الآن تريد اختزال الوقت في أن مجلس الأمن الذي منح صلاحيات أكبر من الأجهزة الأخرى يجب أن يمارس تلك الصلاحيات في الواقع. من غير المعقول أن يمنح صلاحيات لحفظ السلم الدوليين ولا تطبق في الواقع، وهذا هو الطرح الذي تريده الجزائر. إذا الجزائر ذكرت بأن حفظ السلم والأمن الدوليين هو من صلاحيات كل الأمم المتحدة وليس جهاز مجلس الأمن، ولكن الإشكالية الآن في أن هذا الجهاز التنفيذي للقرارات التشريعية التي تصدر من الأجهزة الأخرى لا تطبق، وهنا إشكال وإشكال خطير، لأننا نتكلم عن إبادة وجريمة تشريعية وتطهير عرقي وما شابه ذلك. ولذلك قلت على ان الجزائر الان تريد اختزال الوقت وربح الوقت، لان القضيه جلل، لاننا لا نتكلم عن اباده جماعيه، ويجب ان نذكر على ان حفظ السلم والامن الدولي هو لكل الامم المتحده، ولكن الان الجهاز الذي فيه اشكاليه في تطبيق القرارات هو الجهاز التنفيذي ومجلس الامن، الذي منح بموجب الماده 39 من ميثاقه كل صلاحيات تحديد الاخطار والتهديدات في العالم، فهو المسؤول عن تحديد الخطر والتهديد. هنالك خطر وتهديد لتجويع وتقتيل وإبادة وما شابه ذلك، فمن غير المعقول له صلاحية تحديد ذلك ولا يحدد ذلك، له صلاحية أن يطبق قرارات ولا يطبقها في الواقع. إذا الإشكالية أين؟ على أن الجزائر تذكر ماذا؟ بالمبدأ العام هو حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالمبدأ الخاص في صلاحية مجلس الأمن الذي يجب أن يمارس ذلك. أقول أعيد، يجب أن يمارس ذلك، لأن الإشكالية الآن نحن نتكلم عن إبادة جماعية نعم وتطهير عرقي وما شابه ذلك.
لماذا سيدي الكريم في هذا السياق بروفيسور بروبي، لماذا لا يمارس مجلس الأمن صلاحيته في القضية الفلسطينية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تعمل خارج مجلس الأمن في مفاوضاتها لوقف إطلاق النار مع قطر ومصر، وتعرقل وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، واستعملت الفيتو أكثر من مرة. لماذا لا يمارس صلاحيته طبعا في القضية الفلسطينية؟ أم أن الولايات المتحدة الأمريكية أحرقت إن صح التعبير ورقة مجلس الأمن؟ لنكون صراحة أخي الكريم أستاذنا الفاضل، على أن الآن الأمم المتحدة أصبحت من التاريخ مرة أخرى. يجب أن تبقى، يجب أن تبقى، ولكن ليس بهذا الشكل، أقول وأعيد ليس بهذا الشكل، لأن كل الصلاحيات منحت من الميثاق 1945 بموجب المواد من 39 إلى 51 إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن وكأنه جهاز أسمى من الأجهزة الأخرى، فمن غير المعقول نتكلم عن 5 دول تمارس حق الفيتو ولها الحق في ذلك. أعطيك مثال أخي الكريم حتى نستفيد من النقاش. المادة 108 من الميثاق تقول على أن أي تغيير في الميثاق أو أي تغيير يكون بثلثي الجمعية العامة، ولكن بموافقة الأعضاء 5. فمن غير المعقول أن نقارن، أن نوازن بين ثلثي الجمعية العامة 193 دولة بخمس دول برأي الخمس دول، وهذا هو الإشكال في حد ذاته. الإشكالية ليست في القضية الفلسطينية بقدر الصلاحيات التي منحت في فترة تاريخية معينة للقوى الكبرى، للدول الكبرى، في استغلال القانون واستغلال القانون الدولي لصالحها، وأبقت على ذلك ووضعت شروط تعجيزية في إصلاح الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن، ولا تستفيد منها الآن. هل هذه الدول لها نية في تغيير ذلك؟ أقول لا. وأحسن أسوأ مثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تقف في أي وجه، أي طرح تبادر به الجمعية العامة أو باقي الدول، كل محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية، دور الجزائر، دور دول أخرى في الوساطة، الدول تعترف بالقضية الفلسطينية، كلها على المحك، وننتظر رأي الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد، لأنها تستعمل حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ده الإشكال في حد ذاته. إذن يجب أن نفهم على أن القضية هي أن القضية في حد ذاتها هي الظرفية الحالية التي ماذا أثرت على القضية من خلال أن ميثاق قديم، مجلس أمن جهاز تنفيذي بصلاحيات كبيرة ولكنه أصبح من التاريخ بحيث الممارسات، تغيير للقانون الدولي، حتى الدول الكبرى التي تريد أن تطبق القانون الدولي هي التي تخترقه، وإلا كيف نفصل على أن كل الدول تريد ماذا؟ تطبيق القرارات، إلا الولايات المتحدة الأمريكية تريد تمرير سيناريو على أنها ماذا؟ تقصي الحلول الدبلوماسية وتقصي الحلول القانونية وتقصي الحلول السياسية وتدعم الحلول العسكرية كما نلاحظها في الواقع. ولذلك الإشكال ليس في مجلس الأمن بقدر ما هي الظرفية التي جاءت وفق تداعيات لفترات تاريخية أخرى قديمة أثرت في مسار هذا المجلس، وأثرت في كيفية عمله، وأثرت في وظيفته، والدول الكبرى تستفيد من ذلك. أقول وأعيد يجب أن نفهم على أن هنالك استقطابات من نوع آخر، ترتيبات من نوع آخر، وكل دولة تريد استغلال مجلس الأمن لصالحها، حتى نفهم على أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دعمها الكيان الصهيوني ليست ببريئة، لأن الطرح الذي تريد أن تمرره هو أن الكيان الصهيوني يريد دولة واحدة، الولايات المتحدة الأمريكية تكون تريد حل لدولتين ولكن وفق النظرة الأمريكية وفق حدود 2024 وهكذا. إذن الطرح فيه تجاذبات، ليس الإشكال في الميثاق وليس الإشكال في الإصلاحيات، وإنما في الأمم المتحدة في حد ذاتها، والتي رفعت الجزائر ودول أخرى بإصلاحها، ليس إصلاح مجلس الأمن بقدر ما هو إصلاح الأمم المتحدة منذ إزلويني 2005 في سويسرلاند وما شابه ذلك. إذا هناك طرح لإصلاح الأمم المتحدة وليس مجلس الأمن فقط، الآن ليس الظرفية لإصلاح بقدر ما هو إيقاف الحرب في غزة. جميل، بالعودة إلى كلمة السفير عمار بن جامع مندوب الجزائر الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة، قال بأننا ندعم جهود الوساطة التي تقوم بها طبعا مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. هل اقتنعت الجزائر وهل اقتنع أدنى المجتمع الدولي بأن حل القضية الفلسطينية وخارج طبعا مجلس الأمن؟ كلمة بن جامع كانت داخل مجلس الأمن، والحديث طبعا حول وقف إطلاق النار
بتحرك مجلس الأمن، ولكن قال بأننا ندعم حلا هو خارج مجلس الأمن. فعلا، لأن قلت وأعيد هنالك إخفاقات بالجملة، أقول وأعيد إخفاقات بالجملة في دور مجلس الأمن في قضية فلسطينية وفي قضايا أخرى نفهم ذلك. هذه الإخفاقات هل نستمر في نفس الإخفاقات ستكون نفس النتائج؟ أقول وأعيد نفس الإخفاقات بنفس الأسباب بنفس النتائج. هل نستمر بالتفكير بمجلس الأمن وحلول مجلس الأمن؟ هنالك فيتو دائما يستمر قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى فيها تجاذبات واستراتيجيات وسياسات. إذا أين نفكر؟ هل نفكر بدور الجمعية العامة؟ أقول نعم. هل نفكر بدور منظمة التعاون الإسلامي؟ أقول نعم. حركة عدم الانحياز؟ أقول نعم. الاتحاد الأفريقي؟ أقول نعم. جامعة الدول العربية؟ أقول نعم. هنالك عدة حلول، ولكن يجب أن نفهم على أن الجزائر عندما تقول على أن الحل الآن أصبح من التاريخ في مجلس الأمن، لا ننتظر الحل في مجلس الأمن، ولكن يجب أن يتحمل مسؤوليته والتذكير بذلك على أن هذا الجهاز الذي وجد لحفظ السلم والأمن الدوليين الآن في إخفاقات. سنشك توتال لابروش لوجيك راسيونيل. إذا ما فكرنا بطريقة براغماتية عقلانية يجب أن نفهم على أن الاستمرار في الإخفاقات بنفس الاسباب تؤدي الى نفس النتائج، وهذا هو الطرح الذي تريده الجزائر. بالتالي يجب ان نفهم على ان الان هل الوساطه لها دور؟ لها دور، لان الاشكاليه الان على ان الدول التي تخرج في وساطه يمكنها الضغط على الكيان الصهيوني من خلال ممارسات اخرى، اما الاستمرار بالتفكير بتطبيق القانون الدولي ودور المجلس الامن وما هي الصلاحيه، هذا التوصيف القانوني لا يغني ولا يسمن من جوع، اصبح من التاريخ. القانون الدولي، القانون الدولي الانساني، القانون الدولي لحقوق الانسان، جاءت كلها قوانين تضمن دور لحقوق الانسان وتضمن قانون دولي انساني في النزاعات، ولكن الإشكالية الآن على أنها حبر على ورق. الواقع يجعل من أننا ندفع بالحلول العسكرية ونتفادى الحلول الدبلوماسية. To improve the military solutions and to avoid diplomatic ones. إذا عندما ندفع بالحلول العسكرية إذا معنا البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطين عبر تقنية سكايب.